ما بتحبش تكون نجم كوميديا على المسرح؟ أحب أكون كوميديان بس مش على المسرح، يعني أحب على الشاشة؟ يعني أحب دايماً كلامي ما يبقاش فيه جدية أوفر، يعني لأنه الناس بتبقى محتاجة شوية ابتسامة، محتاجة ضحكة. فلو إحنا حتى في رسالتنا الرياضية يعني الأمر كله كان متجهم كده بيبقى دمه تقيل شوية. أنا أحب أكون كوميديان بس غير مفتعل، يعني ما عنديش نص، ما عنديش سيناريو. حضرتك محترف خروج عن النص. أنا ملك الخروج عن النص. بس بشياكة، يعني مش أوفر، يعني مش أوفر؟ بتهالي كده هنشوف، حيبان حيبان. بين الجنرال المتقاعد مدحت شلبي وبين مذيع الرياضة شلبوكا، نعم، يبان من برة إنه في تناقض. والشخصية التانية شلبوكا انتصرت درامياً على الشخصية الأولى، نعم. وحضرتك قلت أنا كنت ضابط شرطة فاشل. يعني مش محترف. ليه؟ بس ما قلتش فاشل، يعني قلت مش قلت محترف. ايه؟ قلت مش محترف. هقول لك ليه. هو انا طبعا لما يعني دخلنا كليه الشرطه وتخرجنا، العمل الشرطي الخاص بي انا اشتغلت سنه واحده بس او اقل شويه في اطار الامن العام. وعشان انا كنت من المتفوقين في الدفعه بتاعتي، انا لسانس حقوق جامعه عين شمس وبكالوريوس شرطه. فعشان كنت متقدم فعينوني في اسم النزهه اللي هو جنب بيتي. كنت وقتها لاعب في منتخب الشرطة اللي بيلعب في الدوري، فكان دايماً بنطلع تدريبات. فالمأمور نبيل بحسن، ربنا يعني مسيب الخير، كان متضايق إن الضابط عنده بيجي يقعد ساعتين وياخد بعضه بشنطة الكرة ويطلع على التدريب. فبعت للمديرية قال لهم شوفوا لي واحد بدل مدحت شلبي ده، لأن ده هيبوظ الضباط وهيبوظ الاسم. فبعتت المديرية ردت وقالت احنا ما عندناش بدل. قال لهم خدوه من غير بدل، انا مش عايزه اساسا. الله العظيم. فبداوا يدوروا لي على مكان، فكان في حاجه اسمها مركز التدريب الرياضي، فاخذوني فيه باعتبار ان انا كنت بلعب في منتخب الشرطه كوره ومش عارف ايه وبتاع، فاخذوني فيه. اشتغلت بقى تقريبا كل خدمتي في الرياضه، ما بين مركز التدريب الرياضي واتحادي الشرطه الرياضي وحرس الجامعه. حتى حرس الجامعه، انا روحت حرس جامعه عين شمس، كان شغلنا كله مع الطلبه برضو في الاطار الرياضي الجميل. ويمكن وانا بشتغل في جامعه عين شمس كنت اتعرفت شويه، فكانت علاقتي بالطلبه كمان والطالبات علاقه، عارفه يعني، واخدين عليا لان بيشوفوني على الشاشه فبقينا اصحاب. فقعدت 14 سنه في حرس الجامعه، من امتع الفترات في حياتي يعني. فلما اتنقلت بقى، اجابه على سؤالك يعني، من المجال الشرطي للمجال الاعلامي، من مدحت شلبي لشلبوكا، ما بقاش في فرق كبير قوي، لان هنا كنت انا في المجال الرياضي ومع الطلبه ومش والناحيه الثانيه في الرياضه وفي الاعلام، فما اعتقد ما فيش فرق ما بينهم كبير، ما بين مدحت شلبي وشلبوك. ما فيش اي تناقض. بيتهيألي كده، حسب ما انا حكيت، ما اعرفش انت رايك ايه. في البدايه بقى، كنت حضرتك اصلا بتحب الرياضه ولا خدت بالك لما اتنقلت في مكان فيه رياضه؟ لا طبعا، انا طول عمري لاعب كوره، انا وانا طالب في من قبل الشرطه؟ وانا في قبل الشرطه كنت بلعب في نادي في الناشئين، بس مش هقول نادي ايه عشان ما تحسبش الهويه عليا. وبعدين بعد كده دخلت كليه الشرطه، كنت بلعب في طبعا في كليه وبلعب في منتخب الشرطه، ولما طلعنا دوري ممتاز. انا يعني طول عمري لاعب كوره، وبعدين بعد ما خلصت كارير الكوره اشتغلت في التدريب، رحت جامعه اسمها لافبرا يونيفرسيتي اوف تكنولوجي، لافبرا يونيفرسيتي اوف تكنولوجي دي في شمال لندن، خدت فيها دوره كوره حوالي 12 اسبوع. ورجعت مؤهل للتدريب واخدت دورات في مصر يعني. فانا طول عمري في المجال يعني، مش دخيل. ليه مش عايز تقول النادي اللي كنت بتلعب فيه؟ ما ينفعش. ليه؟ عشان ما الناس اصل بيحسبوا الهويه، وبالتالي انا ضد الكلام ده اطلاقا. بتلبس قناع المراوغ عشان تخبي انتمائك الرياضي. العمل بتاعنا عشان تنجحي، اذا كنت تعتبريني ناجح يعني، لازم تتخلصي من هويتك الرياضيه باحاسيسك وبافعالك واقوالك، مش بس من احاسيسك يعني. لكن ربما انه الاهلي حظه حلو معايا شويه، لما بعلق على ماتشات الكوره اهلي وزمالك فبيقول لك ده اهلاوي، علشان الاهلي عاده بيكسب الزمالك في الماتشات اللي انا بعلق عليها، فجمهور الاهلي يتفائل وجمهور الزمالك يتشائم. يقال ان حضرتك اهلاوي ومخبي. ومخبي؟ لا، مع ان دي حاجه تشرف. طبعا طبعا تشرف ان انا اهلاوي، تشرف. رضا عبد العال قال انه حضرتك اهلاوي ومخبي.
هو اضرب بقى ما اعرفش اسكت مراتي ما تعرفش يبقى رضا مش هيعرف. طب حضرتك مش مآمن مرات حضرتك ان هي تعرف انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ مش موضوع مآمن. امال موضوع ان هويتي ما تبانش عليا لان زي ما قلت لحضرتك انا ليه اخسر مدرسه؟ ده انا مش هسيب حضرتك الا ما اعرف اسم النادي. وحياه حضرتك ما هتعرف. ده ممكن يطلع من على جوجل عادي جدا. لا ولا جوجل ولا جوجل نفسه ولا حد يعرف. شايلها كمان؟ انا هي قالت لي سحر قالت لي في مره انا نفسي اعرف ان انت اهلاوي ولا زملكاوي. قلت لها يعني اما ياذن الله ونغادر الارض في اخر لحظه هبقى اقول لك. يعني اعلاميين الرياضيين اللي اعلنوا انتماءاتهم الرياضيه او النوادي اللي بيشجعوها خسروا من وجهة نظرك شعبية أو جماهيرية؟ هو حسب احترافية اللي بيقدم. يعني في ناس بيقدموا وهم لعبوا في الأهلي أو في الزمالك يعني دول كتير ومعروفين للناس كلها المحللين والمذيعين فبالتالي ده معروف أنه بينتمي لمدرسة الأهلي لأنه لعب في الأهلي أو في الزمالك لكن احترافيته لابد أنه يتخلص من ده على الشاشة. على الشاشة؟ على الشاشة طبعاً. طب لكن هو برا الشاشة قدام التلفزيون طبعاً. قدام الشاشة بقى ورا الشاشة تقصدي؟ اه ورا الشاشة طبعا هو ممتاز. قدام الشاشة وانت حضرتك قاعد بتتفرج اه بتشجع مين؟ بشجعك انت. يا بختي. دي هوية يجب ان هي تظل في الظل لانه انا لما بقدم اقسم بالله العلي العظيم يا استاذة منى عمري في حياتي في حياتي سواء في مجال تقديم البرامج او التعليق على المباريات عمري في حياتي ما كان عندي هوية مسبقة وأنا بعلق أبداً. طب أبداً. ليه حضرتك ما تعلنش عن انتمائك وفي نفس الوقت تبقى احترافي ومحايد وبتنقل بموضوعية وبتعلق بموضوعية وبتحلل بموضوعية؟ الناس مش هتصدقني. ليه؟ لو أنا قلت إن أنا أهلاوي هتبص تلاقي الزملكاوية على أقل حاجة هيقولك طبعاً ما هو ده